قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد جنوب إفريقيا هو موضوع فقرة تحليل اليوم. وللحديث عن هذا القرار وتداعياته نستضيف هنا في الاستوديو السيد مجيد بودن، محامي ورئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس. أهلا بك سيد مجيد بودن. أهلا وسهلا. هل فعلا أخلت بريتوريا بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية أم أن القضية أعقد من ذلك؟ أولا، هناك اتفاقية دولية، هي اتفاقية روما التي أسست محكمة الجنايات الدولية، وأسست بإمضاء ومصادقة الدول الأعضاء الذين هم ب 122 دولة على 193، ومن بينهم جنوب أفريقيا. ولما تصادق دولة على معاهدة دولية تصير هذه الدولة ملزمة بهذه المعاهدة الدولية، لأن الأمر هو موكول لهذه الدولة وهي رغبت في أن تكون عضو في هذه المنظمة الدولية والتي هي معاهدة روما. ولذا هناك التزامات، لما تدخل دولة في معاهدة تلتزم ببنودها، ومن بنودها هي التعاون مع محكمة الجنايات الدولية، أي تتعاون كليا وبدون تحفظ. وهنا نلاحظ أن جنوب أفريقيا لم تقم بأي تحفظ على هذه المحكمة، ولذا هي ملزمة بما بالتعاون معها وببنود الاتفاقية. ولكن بريتوريا تقول أن الرئيس السوداني حسن عمر حسن كان يتمتع في آنذاك، يعني في زيارته إلى جنوب أفريقيا في 2015 كان يتمتع بحصانة دبلوماسية، وأنها لم تتمكن من اعتقاله لهذا السبب. هنا فهم خاطئ لمفهوم الحصانة، أي من الناحية الأولى نرى نسلسل يقع تسلسل في فهم العملية أن بريتوريا جنوب أفريقيا أخلت بالتزاماتها الدولية، ولذا كان من واجبها أن تقوم بما تطلبه محكمة الجنايات الدولية. الآن عارضت جنوب أفريقيا هذا الطلب بمقولة أن هناك حصانة دبلوماسية لرئيس جنوب أفريقيا. معاهدة فيينا التي تقنن هذه الأشياء تعطي الحصانة لرئيس الدولة ولرئيس الحكومة ولوزير الخارجية، وفي الأساس لرئيس الجمهورية ولوزير الخارجية، ولكن هذه الحصانة هي تعطى لحماية الدولة ولحماية رئيس الدولة وممثل الدولة حتى يتعامل في العالم بحرية مطلقة وبضمانات مطلقة، ولكن هذا لا يعني أن الحصانة هي تعفيه من مسؤولياته إذا قام بجرائم تنص عليها يعني محكمة الجنايات الدولية وقانونها الأساسي. ولذا عملية فهم السيادة هي خاطئة، لأن السيادة لا يمكن أن تكون درعا للتحسن للقيام بجرائم تحت ستار الحصانة، وهذا فهم خاطئ موجود كثيرا في بعض في عدة دول التي لا تؤمن بتطبيق القانون. لكن سيد مجيد بودن، رغم ذلك المحكمة الجنائية الدولية لم تتخذ أي إجراءات ملموسة ضد جنوب إفريقيا، ربما بإحالتها لمجلس الأمن، لماذا برأيك؟ العملية هنا ترجع إلى عملية سياسية بالمعنى العميق للكلمة. جنوب أفريقيا حذت كبعض بلدان أفريقية للخروج من معاهدة روما التي بنت هذه المحكمة الجنائية الدولية، ولكن المحكمة العليا لجنوب أفريقيا صدرت حكما بالقول أن قرار رئيس الجمهورية زوما مخالف للدستور جنوب أفريقيا، ويجب على حكومة بريتوريا أن تعرض الموضوع على البرلمان، وعلى البرلمان أن يبت في الموضوع، لأن الموضوع موضوع اتفاقية دولية، وليس لرئيس الدولة أن ينسحب من الاتفاقية الدولية، وهذا موكول إلى البرلمان. ولذا هذه العملية وقعت. العملية الثانية أن
لماذا المحكمة محكمة الجنايات الدولية لم تقم بتقديم الملف إلى مجلس الأمن الدولي؟ لأن الآن هناك مشاورات جارية بين محكمة الجنايات الدولية وبعض الدول الإفريقية لإقناعهم عن العدول من الخروج إلى من محكمة الجنايات الدولية ومن هذه المعاهدة، لسبب هذه المعاهدة وجدت حتى نحمي المجتمع الدولي من هذه الجرائم البشعة التي وقعت وتقع في على الأراضي الإفريقية وعلى أراضي أخرى. ولكن سيد مجيد بودان، المحكمة تواجه صعوبات في إرساء شرعيتها، وهناك أيضا اتهامات لها بالتحيز لتركيزها بشكل خاص على جرائم الحرب في إفريقيا. ما صحة هذه الاتهامات؟ هذه الاتهامات لها شكل ظاهري، ولكن الاتهامات هي أولا قام بها الدكتاتوريات القارة الإفريقية، مثل الرئيس السابق لغامبيا ورئيس بوروندي، والذين هم يعني قاموا بجرائم بشكل واضح وثابت، وهم خائفون من الملاحقات. ولكن لننظر على بشكل عام على ما هي السياسات الدولية وما هي المحاكم الدولية التي وضعت في من طرف الأمم المتحدة للحد من هذه الانتهاكات الكبرى لحقوق الإنسان ولحياة الناس. هناك محكمة يوغوسلافيا وحكم فيها ميلوسيفيتش وملاديتش، وهناك محكمة أروشا وحكم فيها الجنات في رواندا، وهناك محكمة كمبوديا والتي حكم فيها الخمير الكميروج الخمير الحمر. ولذا العملية ليست موجهة ضد الدول الإفريقية، هي موجهة ضد الدكتاتوريات في العالم وضد هذه الانتهاكات. الآن محكمة الجنايات الدولية يمكن لها، هي لها 10 قضايا منهم 9 موجهة ضد الدول الإفريقية. أخذوا هذا رقم للتملص من هذه الملاحقات. ولكن الآن محكمة الجنايات الدولية طالبت جورجيا وبدأ التحقيق في عملية في جورجيا وليست جورجيا في إفريقيا. صحيح. ولذا العمل الآن هو هل هناك مصلحة للعالم في أن نحمي الناس من هذه الجرائم البشعة؟ الجواب نعم، والقانون الدولي يتجه نحو ذلك، وهذا هو الطريق الصحيح. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة سيد مجيد بودن، محامي ورئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس. أهلا.